السلام عليكم، مرحبا بكم. انا في كل مره نديروا دوره في الشارع الجزائري ونحاولوا نسقسيوا الجزائريين على موضوع. موضوعنا اليوم هو العنف في الملاعب. واش راي الجزائري في العنف في الملاعب؟ واش لازم باش نحبسوا من العنف في الملاعب؟ يلا تابعوا معنا. انا اولا خاطيني السبور هذه الحوايج ياك، يعني مع الاسف يعني احنا شعبنا يفهم بالدبوز. واش نقول لك؟ لازم القوه، لازم هو ماهوش من المنطق انه لازم يفهم بالعقل. بصح احنا شعبنا ماهوش يفهم بالعقل صافي، فلذلك يولوا يضطروا انهم يجيبوا هذوك اللي مالف يجيبوهم، كما يقول لك لي سياره او لي بي ام بي جي او الشرطه كما العاده. بصح ما لازمش يرحموا، لانه الشعب تاعنا هذا ما يبغاش يفهم، لازم يفهم بالعقل، لازم بالتوعيه. احنا رانا نوعوا فيهم، رانا نقول لهم لا للشغب الكوره، احنا جزائريين فيما بعضنا. لعبه الجزائر مع سطيف مع البرج ولا البرج مع جياسكا ولا مع مولوديه ولا مع اي فريق، جزائريين فيما بعضنا. فلذلك ما لازمش ندقوا، لازم نكونوا خوه خوه كما نكونوا خوه مع الاخر، لان هذه كره قدم. مش الاجراءات اللي نتخذوها باش نحبسوا العنف في الملاعب؟ ان شاء الله يديروا حل. واش الحل؟ كيما تاع مولوديه داروا مع قسنطينه في الالي ميجيش لي سيبورتور، وفي الروتور ميجيش لي سيبورتور. انا حبيت تقول لي اون جينيرال واش لازم نديروا اون جينيرال باش يحبس العنف في الملاعب؟ باش يحبس العنف لازم يعاقبوهم، لازم كيما نقول التكتيك، كيما نقول الاجيال اللي راها كيما نقول تقرا، لازم كيما نقول نعلموها، كيما نقول العنف ما يديروهش هكاك، لازم كيما نقول قراوه في مدارس. تخطيط الامن تاخذ معنا زيد مجتمع يخصو باش يتثقف باش يعرف كيف هي مفروض قانون كذا من حل المشاكل، لان يعني ما كان حراسه تامه كما نقولوا، ما ماشي طول كما نقولوا، يعني مهما كان يجي يدخل بك يعني ملعب يتفرج ولا حاجه ولا العنف من 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 الكذب من من وفيق كل شيء لازم نطلعوها. قعدنا سيدخلوا شو في اوروبا كاين يخلص الصاجة تاع الزيتون، تشينا الليم لازم نركبوا بلادنا، حنا كي سخلينا 62 مازال ما وقفناهاش. لازم والله ما على بالي. بون كيما الماتش تاع البارح كنت نشوف كيما شفت مول ديال البرج يا خو، والله غير صافي مالو كوريا. اباك شفت ما اش يعيط صافي با يا اباك باش تروح انت يا راحهم تما باش يوليو يضربوا في لي جوار وسيبورتور يا خو، اش هكذاك والله ما هكذاك يا خو. باش يسقم البالون هنا في الجزائر لازم يدير كيما دار القدافي يا، يحبس كاع البالون بالك ان شاء الله باك تعاود تسقم هكذا الشامبيون ديالنا يا. من الصغر صاحبي 17 سنه يدخل للسطاد، 16 سنه دار لاكارت ناسيونال، لازم يكثروا الامن، يكثروا الامن في الملاعب، ما تكونش كاين عنف بزاف في الملاعب. علاش احنا انا هذه حبيت نطرحها سؤال للشعب الجزائري كاع، علاه يعجبك ماتش تاع اوروبا بصح ما تطبقش لو ديسيبلين تاع اوروبا؟ باسكو احنا ما نتعلموش نحبوا نزوخوا. شوف الاوروبي دخل امبيبي للسطاد وعلى بالو بلي يخرج لو بيبي حي، حنا تدخل اون دي بال يديروك الداخل الحديد تخرج معوج، باسكو لازم لنا لي ديسيبلين. انت كجزائري واش الاجراءات اللي لازم نتاخذوها باش نقلوا، يا لو كان نقلوا من العنف في الملعب؟ هاد الملعب هذا كيفاش هو يصيح؟ كيفاش هي بركات؟ العنف هذا وبركات سيطرو، وين هادي لا سيكوريتي هادي؟ توت لا سيكوريتي ما كاينش لا خوف سطار، شفنا باح البوتش. البوس ما كاش ان بوليس ما كاش تما، وين هادي لا سيكوريتي؟ كيفاش هاد الشعب دخلوا كاع بالمواس وضربوا لي جوا وضربوا كلش وصدموا عليهم داخل الفيستير، وين هادي القانون؟ بون الاجراءات اللي لازم تاخذوها هي لازم كيما نقولوا لي مينور، كاين دراري صغار ما يطلعوا للسطاد، بو لي مينور هادو هما صغار هما انا جو بونس هما اللي هما يديروا المشاكل. لو سبورتيف فيه تروا شوز، فيه الذكاء والانتيليجونس وتربيه، هادو لا ما كانوش بالعبد ما يكونش ان جوار.